مرحبا، اليوم من أوشتنا ببهارات عراقية. جاهزين؟ كتير من أمثالنا الشعبية بسوريا بتتشابه وبتتقاطع مع أمثال شعبية بمناطق ودول تانية، وخصوصي الدول المجاورة لسوريا مثل العراق مثلاً، لأنه المثل بيخلق من ظروف اجتماعية وسياسية على مر التاريخ. وإذا بدنا نحكي عن سوريا والعراق رح نلاقي إنه البلدين بيتقاطعوا تاريخياً واجتماعياً بأكثر من مناسبة. مشان هيك من الطبيعي إنه تنتج وتتولد أمثال متشابهة حتى ولو كانت بكلمات مختلفة. خلونا نسمع بعض الأمثال المشتركة بين سوريا والعراق. من الأمثال اللي كتير معروفة عنا: بعد ما شاب ودوا على الكتاب. وبنفس اللفظ منسمعه بالعراق: بعد ما شاب ودوا للكتاب. وعن الشخص اللي كتير كريم نحن منقول: أكرم من حاتم طي. وكمان بالعراق بيقولوا: أكرم من حاتم طي. لما شخص بيجوع كتير منقول بسوريا: بيركض ورا القمر مفكره رغيف. ومنسمعه بالعراق: يركض ورا القمر عبال رغيف خبز. وعلى فكرة هذا المثل له قصة، إنه بزمناتها امرأة عربية كان اسمها حومل كان عندها كلب، ومن بخلها كان الكلب يضل جوعان، ومن كتر جوعه صار بيوم من الأيام ينبح على القمر يلي كان يوميته بدر مكتمل، لأنه فكروا رغيف خبز. نرجع للأمثال، نحن منقول مو كل شي بينحكى، وبالعراق مو كل حكاية تنقال. عن الشخص اللي بيشوف عيوب الناس وما بيشوف عيوبه منقول بسوريا: بيشوف القشة بعين غيره وما بيشوف الخشبة بعينه. وبالعراق: يشوف القشاية بعين غيره وما يشوف الجذع اللي بعينه. نحن منقول: ساعة إلك وساعة لربك. وبالعراق بيقولوا: ساعة لقلبك وساعة لربك. وكمان عن الشخص اللي ما بيشوف عيوبه منقول: الجمل لو شاف حردبته كان وقع وانكسرت رقبته. وعن نفس الشخص بيقولوا بالعراق: الجمل لو يشوف حدبته كان انكسرت رقبته. والإيد الوحدة بسوريا ما بتزقف. وكمان بالعراق: إيد وحدة ما تصفق. واللي بيصبر كتير وما بتكون النتيجة على قد الصبر منقله مثل: صام صام وفطر على بصلة. ومنسمعه نفسه بالعراق: صام وصام وفطر على بصلة. ولرياحة راسك منقلك: الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح. وكمان بالعراق بيقولوا لك: الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. ومين بيعرف مثل: يلي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. بالعراق بيصير: اللي يدري يدري واللي ما يدري يقول قضبة عدس. ولما يقلوا نخبة الناس ويطلعوا محل الناس بلا قيمة بسوريا منقول: من قلة الخيل منشد على الكلاب سروج. ونفس الشي بيقولوا بالعراق: من قلة الخيل شدوا على الكلاب سروج. أما أمثال الحماية والكنة أشهرها بسوريا: لحكي إلك يا جارة واسمع يا كنة. شكله كمان هذا المثل معروف بالعراق بس بلفظ تاني: حاكيك يا بنتي وسمعك يا شنتي. وقت حدا يودعنا ومنعرفه وما يوفي بوعده منقول: عالوعد يا كمون. وبالعراق بيقولوا: أوعدك بالوعد وزقيك يا كمون. ولما تكون عم تحكي مع حدا وهو مصر على فكرته الغلط بتقول: بقول له ثور بيقول لي حلبه. وكمان بالعراق بيقولوا: أقول له ثور يقول لي حلبه. المثل يلي بيقول: أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، منسمعه نفسه وذاته بالعراق: أني وأخوي على ابن عمي واني وابن عمي على الغريب. وبأي موضوع إذا كان صاحب العلاقة رضيان والناس مرضيانة منقول: إذا القاضي راضي. وبالعراق بيقولوا: إذا القاضي راضي الناس شعليها. وأحيانا الحجر يلي ما بيعجبك بفجك. وبالعراق: الحجارة اللي ما تعجبك تفشخك. ولما تروح مشوار وترجع بلا نتيجة بتقول: تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. وكمان بالعراق: تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. ومين مؤايل بزمانه مثل: القرد بعين أمه غزال. إيه كمان هو بالعراق من الأمثال المشهورة: القرد بعين أمه غزال. واللي بيضيع الخير من كل الجهات منقول عنه: ما طال لعنة بالشام ولا بلح اليمن.
وبالعراق بيقولوا نفس المعنى بس بلفظ مختلف. لا حمد برجينها ولا أخذت سيد علي. وإذا شفنا واحد طويل وذهنه سميك دغري منستخدم مثل الطول والعقل ما بيجتمعوا. وبالعراق بيقولوا الطول طول النخمة والعقل عقد الصخمة. هلأ هي هي كل الأمثال المشتركة بين سوريا والعراق؟ أكيد لا، وأكيد أنتوا بتعرفوا كتير أمثال ما حكيناها اليوم. شو رأيكم تشاركونا فيها وتحكولنا عنها؟